السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة. طبعا باخذكم جولة في سد الرفيصة في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة. أهم شيء حياكم الله في الاستراحة، طبعا هي مفتوحة، واللي بيوصلها يكتب في الجوجل بس استراحة سد الرفيصة وبيبكم دايركت للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله. باخذكم ان شاء الله جولة في الاستراحة. المكان ما شاء الله مكتظ من المواقع الأثرية، أشوف أن سكنات وكذلك في حصون وبري، أبراج مراقبة في عدة أماكن. هذا واحد، في واحد خلفي هناك، فما شاء الله المكان فيه لمسات تراثية جميلة. أسمع صوت بجع وبط. ما شاء الله المكان في عدة استراحات وعدة جلسات، في قوارب للتجديف بعد اللي حاب ينزل، في ألعاب للأطفال، وفي كل الخدمات ما شاء الله. والمسطحات الخضراء بكل جانب، مكان للعوائل، مناسب للأطفال، حتى اللمسات ما شاء الله بالطراز القديم التراثي. استراحة ما شاء الله، الاستراحة كلها بناءها تراثي جميل. ما شاء الله الاستراحة كبيرة تبارك الرحمن، لحد المواقع الأثرية. شايفين هذا ورد هناك، بعد في كرين، مسطحات الخضراء على اللون الأزرق على الماي. شوف الطيور، البط، بجع. هذا جانب آخر من الألعاب. ما شاء الله بكل استراحة في جزئية ألعاب، يعني كل بقعة فيها الألعاب، في مجال ننزل نتمشي تحت فوق مطاعم. استمتع بالمكان، أنا حاليا قاعدة واستمتع بالمكان. الواحد يتخلص من الشحنات السالبة بهالأماكن، يعني لما تضايق هي هنا يرتاح، لكن بدون حشرة العيال. لكن الله كريم، أنا قريب من الصغارية، فعادة اللي بيقعد بروح ترى في استراحات على مد البقعة. عاد فيها مجموعة خدمات، في مطعم، في كافيتيريا، في محل العسل، وفي محل التراث، مشغولات التراثية، وفي دكان، يعني في كل الخدمات ما شاء الله. ممرات حدث ولا حرج، وهذا الباركنات دور مدار. هنا اتوقع المفروض يكون في نبع ماي. هنا مسجد، هذا الجمعية التعاونية، وتم افتتاح هذا الاستراحة 2018 14 أبريل.